مش معقول، اكيد مبلبعه ترامادول ولا ضربه اي حاجه عشان تستحمل الطحن ده كله. ترامادول ايه يا سلوى؟ بقولك البنت بعذبها وبكويها بالنار بتبتسم وبتقول الحمد لله، دي كانت بتترجاني اني اعذبها كمان. لا البنت دي حويطه ومش سهله خالص يا نوسه، رسمت عليكم كلكم دور رابعه العدويه عشان محدش يقرب لها ولا يجي جنبها. لا لا يا سلوى، لا الموضوع مش كده. تصيع على اي حد في الدنيا الا انا، انا عارفاها كويس من يوم ما عرفتها وهي جبانه ومتعايقه بجمالها وتخاف من قرصه ناموسه. لكن اللي شفته فيها ده هو ما شفتهاش في الخواجه في عز جبروته. وبعدين يا نوسه هتجنن، ما ينفعش ابقى دايسه عليها برجليا وابقى انا اللي شاعره بخوف، مش هي، مش اي خوف، ده خوف بيخلي رجلي تترعش. تترعش؟ مصيبة لتكون البنت اتلبست بجد من كتر قعدتها مع مجازيب صباح، ويكون جن منهم لبسك انت كمان. والنبي بلاش استظراف، انت كمان مش وقته. وليه لا؟ وممكن تبقى هي دي الحكاية، ان يبقى فعلا ركبها جن او عفريت، مش حكاية توبة وندم زي ما هي كانت بتتمتم وبتقول. توبة وندم؟ وانتوا بيدخل عليكم الكلام ده؟ ايوه، دي ينفع لها توبه؟ دي دي صايعه بتاعت شوارع واخرها كلاب السكك. انتي غيرانه يا نوسه؟ في حاجه جواكي بتقول انك غيرانه من الوقفه اللي البت دي وقفتها قدامك؟ هزتك القوه اللي كسرت بيها عينيكي؟ لا يا هويده بعينك، ما اتخلقتش لسه لا تكسر ايناس الشرقاوي وتاكل من كرامتها. نوسه نوسه، ها؟ لا ده انت كده قلقتيني عليكي بجد. فوقي كده في ايه؟ ولا تقلقي ولا زفت، تطلع ملبوسة تطلع متهببة بهباب، أنا ماليش دعوة بده كله. إنما الخلاصة إن مفيش أي أمل من البت دي، مفيش حل قدامنا غير إن إحنا نلاقي اللي اسمها سارة اللي البهايم دول سابوها. اسمعي، أنت لازم تلاقي لنا اللي اسمها سارة دي بأي طريقة، إنجزي وخلصي مفيش وقت. سارة مين يا خالد؟ سارة دي يا فندم البنت اللي هوايدة راحت سألت عليها قبل كده في شقة جاردن سيتي واتمسكت في قضية آداب. يا راجل، والبنت دي فعلا في اسكندريه؟ مظبوط يا فندم، انا جات لي اشاره من مديريه امن اسكندريه بتقول ان في فتاه مجهوله كانت بتسكن في شقه لواحده اسمها ساره جلال عبد المنعم، والبنت دي اتخطفت، والخطف تم بقوه شرطه مزيفه، وكان معاهم واحد ملتحي، ده طبعا حسب شهاده الجيران. يبقى هي يا خالد، هي هوايده والاخوان هم اللي خطفوها. ما انا قلت لك يا فندم انا متاكد. وفين جريمه القتل اللي انت قلت عنها؟ اثناء الخطف يا فندم في واحد حاول يتدخل من العماره وقتلوه ساعتها بسيف وموتوه. ومين ده؟ لغايه دلوقتي يا فندم انا ما اعرفش، بس الاكيد ان شاء الله. ايه احنا لسه هنستنى تحليلات اسكندريه عشان نعرف مين اللي اتقتل؟ ده احتمال يكون الخواجه نفسه. لا يا فندم يديك فوتني، لا مش لدرجه ان هو الخواجه، انا خليتهم بعتوا لي صورته يا فندم، وادي هي صورته، مش الخواجه. ومين ده كمان؟ لغايه دلوقتي يا فندم احنا مش عارفين، بس البحث جاري عنه. طب وسارة؟ سارة هربت بعد الموضوع ده بدقايق، وانا بصراحه ما اظنش ان هي ترجع تاني. ايه العك اللي احنا فيه ده؟ واحد ميت والتاني هربانه. ايه يا مرحب؟ ايه اللي رجعك بدري كده؟ انت مش قلت هتقعدي في النادي الساعه 10؟ ما انا زهقت يا بابا وكنت عايزه اتكلم معاك شويه. ازيك يا مرحب؟ انا اسفه ان انا سمعت الحوار، بس كده الموضوع ما يطمنش خالص. حوار ايه؟ قتل وخطف وحاجات غريبه كده. حبيبتي انا وعدتك ان انا مش هخرج من البيت، ولو شفتيني رجعت المكتب تاني يبقى لك الحق تلوميني. وبعدين اطمني، الكل عارف ان انا سبت المأمورية دي وبقيت مجرد ضابط على المعاش. عشتني وانت كمان. طب يا فندم انا هستأذن انا دلوقتي. مع السلامه يا خالد. عن اذن حضرتك. انت كويسه يا حبيبتي؟ مش هترجع الشغل تاني. وعد وعد حبيبي. وانتش عرفك اصلا انه ظابط؟ يعني ايه؟ يعني الداخلية لما بتيجي تقبض على واحدة هربانة ما بتسيبش الست اللي كانت معقداها عندها ومتسطرة عليها. مش ممكن. يعني اللي خدوها دول مش بوليس؟ طب والله العظيم أنا كان قلبي حاسس، خصوصا بعد ما عرفت إنهم قتلوا واحد وهم بياخدوها. اقعد يا عم، اقعد، قلبك أبيض. أنت بتعمل حاجة في دنيتك غير قلبك اللي بيحس ده؟ وأنا كنت هعمل إيه يعني؟ أنت ما تعرفش الموضوع كان عامل إزاي؟ خلاص! ممكن محدش يتكلم لمدة 5 دقايق عشان أعرف أركز وأجمع المصيبة دي. ادم نعم نعم يا فندم.
أدم بس ممكن تفهمني حاجة الله يخليك. مين ممكن يعمل كده في هوايدة غير البوليس؟ إيناس. إيه؟ إيناس؟ أيوة إيناس، هي الوحيدة اللي عارفة علاقتك بيها. أكيد قعدت تمش لغاية ما جابت العنوان وكرت عليها حد علشان يجيبها عشان تعرف توصل. يا دي إيناس دي، هي مش هتهمد الست دي بقى وتنصر الشر؟ تنصر الشر إيه؟ إذا كانت هي الشر ذات نفسه. ها يا بازوكا، ها؟ أيوه يا خواجة. إيه؟ طمني. جابر اتقتل يا خواجة، لسه الخبر جاي لي دلوقتي. جابر مين؟ جابر مين اللي اتقتل ده؟ جابر بتاعنا؟ اتقتل ازاي؟ مين اللي قتله؟ الناس اللي ناس وزتهم على هويدا هم اللي قتلوه. يا اخويا الناس قرت على مكانها، وجابر كان رايح عشان يقول لها تسيب المطرح اللي هي فيه. هجموا عليه هناك وقتلوه. طب ركز معايا بازوكا، اول حاجه تعملها دلوقتي حالا تشيل الشريحه دي وترميها. كنت على الصعيد تكن هناك، ولا تتصل بيا ولا دي اوله. لو استني في حاجه يا ريس. يا سيدي انا هعرف اوصل لك، مش في ضاحي، مش في ابن عمك الرزل ده، انا هعرف اتصرف. اعمل اللي بقول لك عليه. يلا مع السلامه. ايه مين اللي اتقتل ده يا ادم؟ يعني ايه هو ده اللي اتقتل لما اخده هويدا؟ عرفت مين اللي خدها؟ ايناس. لازم اوصل لها. الحمد لله على السلامة يا شيخنا. الله يسلمك ويرضى عليك، انت ولد مخلص، عشان كده جميلك ده مش هنساهولك حتى يوم الدين. طب ليه كده بس يا شيخنا؟ اقسم بالله انت صادق صادق يا راجل، ده حاجة بسيطة بس عشان تعرف غلاوتك عندي. اخبار دي اللي ايه؟ تمام يا شيخنا وكله تحت السيطرة. الله الله. لسه بيحلم بيك ويعشق جمالك. ابو ستك لو عايز تنتقمني. لا 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 انتقام ايه؟ انا مش بتاع انتقام، احنا بشر خطائين يا ست الكل. المولى عز وجل فرض على نفسه الرحمه والمغفره، يبقى انا مش هغفر لي غلطه زي دي. ليه يعني؟ ما عنديش قلب، ما عنديش احساس، ما عنديش رجوله. يا ريت يكون الكلام ده من قلبك بجد يا شيخ مكسور، مش عشاني والله، والله العظيم ما عشاني، علشانك انت. ارجوك يا شيخ مكسور ما تورطش نفسك في غلط اكتر من كده. لا طمني 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 يا ست الكل، ربنا ما يجيب غلط باذن الله. انا جاي اصفي النفوس عشان نفتح صفحه جديده مع بعض، صفحه كلها ويد وحب وحنين. ابوس ايدك وابوس رجلك وكل حاجه. حرام عليك يا شيخ مختار، حرام حرام. انت البيت الحرام عليك يا فجر كفره. انا اللي حرام عليا تربيه الشياطين؟ انا لو كنت نفذت فكري حكم الشرع وحط الله كزمان دلوقتي بتقطع 600 حته بتكون حيه تحت التراب. فيني حيه لبس بيها وطلق وادفني حيه في شغلك وغضبك فيا. للدرجة دي بتحبي الوالدة؟ بحبه قوي، ومش هقدر اخونه، مش هقدر افرق في روحي باسمي قدامه اكثر من كده. انت بتتكلم عن الخيانة؟ بتتكلم عن الخيانة يا فجر يا كفرة؟ انا هوريك دلوقتي طعم الخيانة وادوقها لك بايدي.
جمالك هذا جمالك هذا جمالك وحلاوتك اللي عبالكي. دوقي المرار اللي انا دوقته يمكن تحس بيا. دوقي دوقي يا حلوة دوقي دوقي هذا جمالك وحلاوتك عبينك قوي. تكلمي بابا النهاردة؟ يا لهوي مش ممكن، دي تالت مرة تسألني نفس السؤال. قلت لك حاضر. انت كل مرة تقولي لي ما ينفعش وما قدرتش. لا خلاص هكلمه النهاردة ان شاء الله. هي حادثة ابن عمه بس دي اللي بوظت كل حاجة. انا مقدر بس فات وقت، يعني ممكن تفتحي معاه الموضوع، خصوصا ان احنا ما بنتكلمش الفرح امتى. احنا لسه هنتعرف، فين بقى لحد ما نوصل للفرح. هو انت مستعجل قوي كده؟ بصراحة مستعجل. طيب خلاص ماشي. اوكي مريم خلاص هكلمك بالليل اقول لك ايه اللي حصل. باي باي. باي. مرسي يا حبيبتي، تسلم ايدي. بالهنا والشفا يا احلى بابا في الدنيا. ده ايه الروقان ده كله؟ لا مش روقان ولا حاجه، بس يعني مبسوطه بقعدتنا مع بعض. انا حاسس ان في حاجه تانية ورا الدلع ده كله. لا مش ممكن يا بابا، انت ازاي قلبك بيحس كده؟ عندها حق الداخليه بقى تبقى بتستموت عليك يعني. طيب بلاش لماضه بقى وخش في الموضوع، ولا اقول لك ما تقوليش حاجه، انا عارف انت عايزه تقوليها. طب يلا قول. موضوع عمتك طبعا. طيب يا ستي لو عايزاها ترجع. لا 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 لا، فلتت منك المره دي يا سياده اللواء بقى، مش موضوع عمتي خالص. طب ده انا كده بقى مش فاهم ولا حاجه، شوقتيني. بص يا سيدي، هو بصراحه انا ما كنتش حابه اتكلم معاك في الموضوع دلوقتي عشان حاسه انه مش وقته، بس كمان مش عارفه لو اتاخرت اكتر من كده هيبقى صح ولا غلط. يا بنتي اتكلمي بقى بلاش لف ودوران. في معيد عندي في الجامعه عايز يجي يتقدم لي. وده حصل امتى وازاي؟ والله ما حصلش حاجه خالص. هو كل الموضوع ان هو من فتره كده وانا في المكتبه كان جاي يعزيني، وبدل ما يقول لي الباقيه في حياتك لقيته جاي بيقول لي ان هو عايز يتقدم لي. يا مريم انا مش عارف اوصف لك احساسي دلوقتي عامل ازاي، بجد مش عارف. يا حبيبي بقول لك على حاجه بس ما تزعليش مني. لا قول بقى انك مش موافق. لا يا ستي، لما قلتيلي على الخبر الحلو ده دلوقتي شفت امك قدامي زي ما تكون قاعده في وسطينا وهي اللي بتقولي الخبر ده. بقول لك ايه بقى، بلاش نكت بعد الخبر الحلو ده، قولي لي بقى هيجي يشوفني امتى؟ وقت ما انت عايز، في اقرب فرصه ممكنه عشان نخلص منك بقى. لا ما انت مش هتخلص مني في كل الحالات، انا قاعده لك ولازقه لك. طيب يا لازقه هاني شوف الوقت اللي يناسبه وقولي لي. تعالي هنا يا بنت. ايه يعني انت كنت قاعده معايا عشان الموضوع ده ويا حبيبي والقهوه والجو الرومانسي ده كله، بعد كده تقولي الكلمتين بتوعك وتاخدي بعضك وتمشي؟ لا مش همشي، انا قاعده. انا بهزر معاكي. بقول لك ايه؟ ابي روحي لعمتك وقولي لها وهاتيها وتعالي. بجد؟ يا حبيبي انت يا حبيبي. افرجها من عندك يا رب. يا رب افرجها من عندك يا رب. صباح الخير ست مريم، يا الف خطوه عزيزه. عامله ايه؟ الحمد لله. عمته فين، نايمه ولا ايه؟ ده انت ربنا بعتك لينا نجده وكتاب الله. الست شهيره تعبانه قوي. تعبانه ايه؟ ايه 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 حبيبتي وحشتيني. وحشاني يا سلام. لا لسانك بيكذب بس حضنك ما بيكذبش. يا حبيبتي انت يا سكر. ده انت اللي عسل وسكر، ده انا حمصمص عظمك. انا قدامك النهارده مصمصي عظمي زي ما انت عايزه. يا اختي بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر، وشك مورد وعينيك بتلمع يا بنت. روح اعمل لنا بخور بسرعه يلا. من عينيا وهعمل لكم حاجه تاكلوها كمان. بخور على ايه بس، واحنا بقى لنا حاجه نتحسد عليها. يا اختي قولي لي قلتي لابوكي رايحه فين عشان يعني لما يتصل. لا ما تخافيش، بابا هو اللي بعتني لك، مش جاي من وراه. والنبي بجد؟ بقول لك ايه، هو فاكر يعني ان هو بكلمتين هرجع البيت وهنسى اللي حصل، بيبقى بيحلم بجد. اه والله. طيب انت حره، اذا كان كده انت حره طبعا، بس يعني
يرضيكي ان مريومه حبيبتك تتقري فتحتها وانت مش موجوده؟ بجد والنبي؟ لا بتهزري. لا والله ما بهزر. معيد عندنا في الجامعه راح اتقدم له ووافق وقال ان هو مش هيعمل اي حاجه غير لما انت ترجعي البيت. حبيت عمتك حبيبتي. انت عارفه انا دعيت ربنا بالفرج يا حبيبتي، بس يعني انا ليا عندك طلب. امور يا نور عيني. بابا عايزك ترجعي البيت، وهو ما يجيش لحد عندي ويقول لي سامحيني ليه ولا مستكتر عليا. يا حبيبتي ده انت اخته وقادرة الناس بيه، وبعدين يعني انا جيت لحد عندك اول، انا ماليش خطر عندك، انت بقيتي مامتي حبيبتي. حبيبتي طول عمرك بنتي بنتي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت مين؟ انا عم عارف البواب. لا ايه ده؟ مش ممكن، حرام عليك والله العظيم حرام. وبعدين يا بعدين احنا ايه؟ هنحكي في المحكي ولا ايه؟ حبيبي انا مش قادره اصدق انك ممكن في لحظه واحده تقدر تهد اللي بنحاول نبنيه. لا يا فاطمه انا مش بحاول اهد اي حاجه، صدقيني انا مش بهد، بس اللي عايز يبني بيت نظيف يكمل فيه بقيه حياته ما ينفعش ابدا انه يبنيه على دم الناس اللي هو ظلمها. الناس اللي دفعوا حياتهم وكرامتهم تمن للبلاوي اللي هو عملها. بس يا حبيبي انت مالكش ذنب في اللي حصل. لا لا يا فاطمه ليه؟ ليا ذنب في كل حاجه حصلت، انت عارفه كده كويس. انت عارفه كده. بس خوفك عليا مشوش لك الحقيقه. جابر اللي اندبح ده انا اللي عامله. انا اللي مربيه على فرده الصدر والهلس والصياعه والاستهتار في وش الموت. هوايده اللي زمانها دلوقتي تشرح. أنا اللي عملت الطار اللي بينها وبين الإخوان. طار ما ينتهيش العمر كله. عايزاني أبني إيه على الخراب ده كله؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه. بس أنا بحبك يا إيدا. بحبك لدرجة إن مغمي عيني عن الحقيقة. بس والله غصب عني. غصب عني يا إيدا من الإخوان. فاطمة أنا وعدتك مش هسيبك ومش هسيبني. أنا ما صدقت لقيت نفسي. ليش بقى؟ ممكن اعرف انت رايح فين بالمنظر ده؟ مشوار صغير وهرجع ورا. انت ليش؟ لسه المشوار طويل يا بطل. ابص ايدك تخلي بالك على نفسك. قولي ما ينفذ. خاف عليا واحس ان ممكن يجرى لي ايه لو جرى لك حاجه. ايوه يا سلوى انت رنيتي عليا؟ بس كنت في الحمام باخد دش. ميه دافيه وحلوه قوي. لا انا جعانه نوم. تصبحي على خير انت بقى. ايه؟ لا ازعل قوي يا موسى، ازعل قوي. معقوله مخك اتلحس لدرجه انك هتساليني دخلت هنا ازاي؟ مش معقول. لا 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 يا ادم، انا بس كنت عايزه اسال. هي ماما؟ ماما هنا ليه؟ ماما دلوقتي بتاكل رز مع الشياطين. لا ما تخافيش ما ماتتش هي، بس معليه الدماغ، الكهرباء مفصوله عنها لحد الصبح باذن الله. ادم انا مش مصدق انك عايش. ومين قال لك ان انا عايش؟ أنا العفريت بتاع آدم يا نوسة. آدم اللي عشيتيه زمان، وأول ما خلع بالعكمة اللي معاه جريتي على المشايخ علشان يقروا لك عليه عدية ياسين ويحرقوه قدامك. لا اجمادي 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 معايا شوية كده وذوقي حبة من الألم اللي شربتيه لهوايدة بسبب سواد قلبك. هوايدة أيوة ذوقي حبة الألم اللي دوقتهولها وحسي كده معايا برهبة الموت زي ما حس بيها جابر وهو بيندبح بسبب الرمم اللي انت بعتيهم له. جابر مات؟ لو اني ماشي والله العظيم ما اعرف. انا صحيت انتهم على مكان هوايدة، بس والله العظيم ما اعرف ان جابر كان هناك. غبي هو فعلا غبي،
بس مش غبي علشان راح لوايدة وحاول بنفلت بيها. أكبر غباوة عملها جابر الله يرحمه إنه آمن لحية زيك ومشي وراها بعد ما شافك بتلعاني الراجل اللي حبتيه قبل جسمه ما يبرد واندفن في التراب. أيوه سمعتك وحسيت بيكي، حسيت بقلبك وبسواده. والله بقيت حسيت، والله بقى عندك قلب. تخيلي؟ اتحرك يا نوسة، اتحرك وهو بيموت. أول حاجة حس بيها أزبل حاجة في الدنيا، الغدر والخيانة ولا القصر. بكرهك يا آدم، لو كنت لقيتك عايش في المستشفى كنت قتلتك بإيدي، ولو كنت صحيت كنت قتلتك تاني. عارف بكرهك من إمتى؟ يوم ما سمعتك بتقول لجد موسى دي سجارة، ياخد منها نفسين وبعدين أدوس عليها بكعب رجلي. ياه بتسجلي لي انا؟ بتعلمها على ادم انوسه؟ تلمستك، مش انت اللي علمتني اخاف حتى من صوابع ايديا؟ شاطره انوسه، والله وطمر فيك العلام، انا اللي طلعت غبي. فين هو ايدي انوسه؟ معرفش. حجزوها فين يا انوسه؟ مش عارفه. خلي بالك بقى عشان التالتة بفورة. أنا ولا باقي على الدنيا ولا عطلة تلزميني. هو إيه ده فين يا نوسة؟ ها؟ 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 عندي رفعت السنلاوي في فيلته. شاطر، كملي بقى جميلك ووصلي له الرسالة دي. هو إيه ده وصوت كل بلاوي اللي تحت إيدي. مساعد وزير مرة واحدة؟ ده ايه البزغ ده كله يا مولانا؟ اوعى تكون بتسخر من كلامي يا رامي بيه، ازعل منك قوي. استغفر الله، معاذ الله يا شيخ رفعت، انا مش قصدي طبعا، بس اللي فضلتك بتقوله ده ما ينفعش في الداخلية. الميري محكوم فضلتك زي الوزارات المدنية التانية، يعني مفيش حاجة اسمها مساعد وزير ومعلق على كتفه أقل من اللواء. ده كان زمان يا رامي بيه، أمال إحنا ركبنا على الثورة ليه؟ علشان نطبق نفس المنهج العقيم بتاع الحرامية اللي فاتوا؟ المرحلة اللي جاية مرحلة الحيوية والشباب، ده إحنا معينين اتنين وزراء أصغر منك يا راجل. مادام كده بقى ما أقدرش أقول غير إني ملك إيديك يا مولانا، قعدني على الكرسي اللي أنت عايزه وأنا تحت أمرك، بس فهمني الأول أنت نويت على إيه مع البلوة اللي تحت دي؟ هو إيه ده؟ لا ما تشغلش بالك بيها خالص. إزاي ما أشغلش بالي يا مولانا؟ وفضلتك بتقول إنها محجرة مش راضية تنطق. إحنا دفعنا بالتي هي أحسن، قلنا نعملها باللين والهوادة والإنسانية، سائد في العوج بزياده وضيرت وشها. طب هنعمل ايه؟ ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. اضطرينا ان احنا نطبق شرع ربنا وندوقها طعم النار اللي حرقتنا بيه. الله يبارك فيك. الف مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا رامي بيه. الله يبارك فيك يا خلود، والله فرحتي ناقصه. كان نفسي شريف بيه يبقى موجود، كان هيفرح لي قوي. لا ده احنا كلنا فرحنا لك اكيد طبعا بالترقيه. ربنا يخليك. عارف ولو انها مسؤوليه كبيره لكن هنعمل ايه؟ نصيبنا بقى وربنا يعيننا. لا ده انت قدها وقدود. الف مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. على اذنك انا. اتفضل يا خلود اتفضل. الله يبارك فيك. متشكر. يا سلام، رئيس واحده مره واحده، ده العز ده. ما شاء الله ما شاء الله. لو الغريبة يا فندم انهم ادوا الترقية دي بعد كل المعلومات اللي عرضناها. قلت لك ما تشغلش بالك بالتفاصيل دي، والترقية دي لا هتقدم ولا تأخر،
وتبقى مصيبه سودا لو انت جاي لي دلوقتي مخصوص عشان تقول لي على الخبر الهايف ده. لا طبعا يا فندم، انا جاي لحضرتك في معلومات اهم من كده بكتير. طب ما تنطق. الواد اللي اتقتل في اسكندريه في واحد من ضحايا التشكيل العصابي اتعرف عليه وقال انه شافهم على الخواجه في نصابات الساحل. يخرب بيتك وساكت من الصبح. قتلتوه ليه يا شيخ رفعت؟ قتلتوه ليه؟ تقتلوا جابر ليه؟ اهدي اهدي يا اختي ايناس وروقي دمك. اهدي ازاي؟ الغضب من عمل الشيطان والعياذ بالله. اهدي ازاي؟ اهدي ازاي يا مولانا؟ احنا اتفقنا ان احنا نجيب هويدا بهدوء من غير دم، تقوموا تقتلوا واحد مالوش دعوه ولا يعرف فين سكه ادم اصلا. يا سلام. الله، ده واضح ان المرحوم كان غالي عليك قوي يا اخت ايناس. شيخ رفعت بقول لك ايه، لا ادم ولا جابر ولا اي مخلوق، انا ما فيش رجاله في حياتي خالص، بس برضه ما يصحش ان احنا نغلط غلطه زي دي. هو اللي غلط يا اخت ايناس. الله، بيفتح صدره في وش القط وعامل لي فيها فارس الغرام. طب خدوا رايي، اسالوني. ازاي يعني ناخد رايك ازاي يعني؟ يعني نتصل بحضرتك ونستاذنك والحرب في وسط الشوارع؟ الظاهر انك نسيتي يا اخت ايناس ان احنا في حاله حرب، والحرب لا تعرف غالي ولا بريء. وهي الحرب خلاص وصلت لاخرها وولعت، وانا اللي كنت هدفع الثمن. ليه؟ ده الشر عليكي، انت مالك من اللي حصل؟ ادم طب عليا امبارح بالليل يا مولانا. ادم؟ وما بلغتنيش ليه؟ ابلغ مين؟ ابلغ مين يا مولانا؟ ده كان عايز يدفعني روحي تمن اللي حصل لجابر. ما انا جدنيش منه غير هويدا، لو كانت هويدا راحت هي كمان كان زماني بقيت معاهم في الاخره. عظيم، دي بشرى عظيمه، ازاي ما تقوليليش عليها؟ بشرى عظيمه ازاي يعني؟ معنى كده ان هو اللي جاي على ارضنا وليه طلب مننا. طب وانت فاكر ان ادم كده بالسهوله دي هيسلم ويستلم من غير مفاجآت؟ اما انت طيب والله. دي اسمها تجاره يا اختي ايناس، واحنا بفضل الله محدش يقدر يتفوق علينا لا في التجاره ولا في التفاوضات ولا في اصول المساومات. لو نسيت كمان الانتخابات والزيت والسكر. ما علينا، يعني انت فعلا هتسلمه هويدا؟ اسلم مين؟ ده بعيد عن شنبه. اللي اسمها هويدا دي مش هتخرج من هنا غير لما روحها ترجع للي خلقها. هو انا ليه بقيت حاسه بهدوء اعصاب مفاجئ كده؟ عشان خلصت خلاص يا ست الكل. كان عندنا مشكلة صعبة شوية واتحلت بالدستور والحمد لله. دلوقتي بقى ما يفرقش معانا لا الخواجة ولا يحزنون، بس ده ما يمنعش ان اللي بيننا وبين الكلب ده شرف وطار ما يتنسيش. طيب خلاص بقى، يبقى انا كده مهمتي انتهت وما بقاليش اي مكان على الخريطة. اوعي تقولي كلمة زي دي تاني ابدا. الله، شحال ما كنتش عارفة غلاوتك عندنا. ازاي تقولي انت مالكيش مكان على الخريطة؟ ده انت ايه؟ ده انت الخريطة كلها. ماشي. ايوه، وده معناه ايه يعني؟ معناه انهم هيفكروا في الارض بتاعي ويردوا عليها بكره. طب وافرض ما وافقوش؟ بالراحه بس يا شادي، ما يوافقوش ليه؟ هيضحوا يعني بسمعتهم وبالمكاسب اللي لهفوها علشان واحده ما تلزمهمش؟ طب ولما هي ما تلزمهمش بياخدوها اصلا ليه؟ علشان يوصلوا لي انا صرا. طول ما هم مش قدامنا هنا يبقى مش عارفين مكاني، يبقى هويدا ما نطقتش باي كلمه، وده اللي خلاني رحت لهم علشان اقول لهم انا مش خايف من المواجهه. نسرع بقى الموضوع ونخش على. ايوه، ما بتدفع ثمن سكوتها ده سحل ومرمطه يا اخي. انا خايف يكون جرى لها حاجه ساعتها مش هيحصل. طيب يا ادم، يا عم بقول لك ايه، عايز تعمل فيها شجيع السيما اتفضل حضرتك، ولا عاشق على الفاطمه وخلاص روح انقذها. ما انا حاولت يا اخي ما قدرتش، اتكدي عليا اعمل ايه يعني؟
اوعى. شهدي استنى بس يا شهدي. ليه كده يا ادهم؟ ما انت عارف الوجع اللي هو فيه. حبيبي اهدى ما تقلقش، ان شاء الله هترجع هترجع. انا حساك يا رب، حساك قوي. قلبي بيقول انك سامحت ورديت وقبلت الثمن الخايب ده. صحيح يا رب، اصدق قلبي. طب واذا كنت انا لسه مش بعتش قلم عشانك؟ دلني يا رب، حياه حبيبك النبي تدلني انت لسه عايزني في الدنيا دي، ولا كفايه عليا انا بقى لحد كده؟ اهلا يا فاتن، ماضي. تعالى نرتب اوراقنا من جديد. خطفوا هويده من بيت صاحبتها ساره في اسكندريه، وفي نفس الوقت هويده اتخطفت من بيت ساره؟ في ايه يا فاتن؟ هي المعلومه دي جديده بالنسبه لك ولا ايه؟ معلش يا فندم، هي بس فاتن الفتره اللي فاتت ما كانتش فاضيه، يعني كانت بتعمل سيرش على موضوع رامي. رامي؟ ما اتكشف خلاص، واحنا لسه محتاجين نعمل سيرش عن رامي. جاري يا فاتن، مالك برحلك ليه؟ فاتن؟ ايوه فندم مع حضرتك. جابر ده ورقه خطيره جدا، لو قدرنا نعرف منه مين اللي قاله على مكان هويده. طب والخيط اللي كان هيوصلنا للنصاب والتشكيل العصابي بتاعه؟ وصلنا لطرف جوه التشكيل. بنت اسمها هويده شعبان، جبنا تاريخ حياتها وبيتها وتليفونها وسجلت لها مكالمه كمان. فجاه البنت رمت الشريحه واختفت من الوجود. دي حتى كمان ساره هي اللي ساره مين؟ دي واحده صاحبتها اسكندرانيه. هويده كانت راحت تسال عليها في شقه مفروشه واتكبس عليها من حمله اداب وما لحقتش اتحرى عنها كويس بعد ما اتلخمنا في الحادثه. فاتن، ايه اللي رجعك تاني؟ تعالي تعالي. ايه؟ خانقتي مع خالد ولا ايه؟ لا، انا اللي اتسببت في خطفه هويده. تخريف اللي انت بتقولي ده. تعالي بس كده اعملي كوبايه ليمون وتهدي اعصابك. لا انا مش عايزه ليمون ولا اي حاجه. حضرتك عارف النقيب سلوى السباعي؟ ايوه اعرفها. صاحبتي اللي وثقت فيها وكانت بالنسبه لي اخت، مش مجرد زميله في المكتب. أنا كنت فضفضت لك كلمتين يوم ما حضرتك واجهتني بشكك في خالد، وعرفت مني حكاية فتحية وسارة صاحبته هويدة، وبعديها بيوم واحد هويدة اتخطفت من شقة سارة في اسكندرية. أنا آسفة، آسفة أوي يا شريف مني خذلتك فيها وما طلعتش قد تقديرك، بس والله العظيم ما كنت أعرف إن الدنيا خربت للدرجة دي، ما كنتش أعرف. ما تعرفيش إيه؟ ده أنت هايلة. أنا هايلة؟ ايوه طبعا، بصرف النظر انك عايز اقطع رقبتك، لكن دي هديه وجات لنا من السماء. وزي ما البت دي اشتغلتك وسحبت منك كل اسرار الشغل، عايزك انت كمان تشتغليها وتسحبي منها كل اللي تقدري عليه. صعبه دي؟ لا تقدري؟ اه.